اهلا وسهلا بكم متابعي في الجول. النهارده ان شاء الله باذن الله معانا هو اول مباريات دور ال 16، كانت ما بين ويلز والدنمارك، والدنمارك حققت نتيجه كبيره بنتيجه 4-0. في المقابل ايطاليا تاهلت بصعوبه على قدام النمسا على الرغم من التوقعات العاليه اللي كانت موجوده على منتخب ايطاليا. معانا النهارده ان شاء الله باذن الله نجمين من نجوم التحليل الشباب، احمد ياسر واسلام سامي. اهلا بكم شباب. اهلا بيك، اهلا بيك يا اسلام، واهلا باسلام. طبعا الحاجه العظيمه اللي دايما بيعملها، يعني الواحد بيحب يتفرج عليه. يعني انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده انتوا الاثنين بصراحه. ربنا يخليك يا رب يا احمد، مساء الفل عليك، وانا اللي سعيد اني معاك، ومساء الفل على اسلام، ويا رب تبقى حلقة موفقة ان شاء الله. ان شاء الله الله باذن الله. خلينا نبدا بالمباراه الاولى، المباراه اللي نتيجتها كانت على ممكن نقول انها على عكس التوقعات، نتيجه كبيره لمنتخب الدنمارك 4-0 على ويلز، وتأهل ضخم كمان لربع النهائي بعد الأزمة اللي شفناها في المباراة الأولى بسقوط إريكسن. شايفين بقى مباراة ويلز والدنمارك إزاي، وتأهل الدنمارك بالنتيجة الكبيرة ديت؟ فخلينا نبدأ كده مع أحمد ياسر وبعد كده ننتقل لإسلام أسد. طيب خلينا نقول ان دايما لما بيحصل حدث كبير في البطولات الكبيره، او بيحصل مشكله كبيره في الفرقه، حاجه ممكن تهز الفرقه، النتيجه بتبقى عندك بتاعت حاجه زي كده، بتبقى بالنسبه لاي حد 50 50، ان انت الناس ممكن تبني على الحدث ده وتبتدي تعمل منه بطوله كبيره جدا مهمه جدا، وفي لعيبه تانية ممكن ما تقدرش ان هي تتعامل مع الموقف ده وتتهز والدنيا تقع منها شويه، بالنسبه زي اللي حصل مع إريكسن طبعا وفريق الدنمارك. بس بصراحه الشخصيه بتاعت اللعيبه اللي موجوده عند لعيبه الدنمارك قدرت تغير الوضع تماما، ان من كان مشكله وخلاص الناس كلها ممكن تتوقع ان الدنمارك هتخرج ومش هتكمل في الطريق بتاعها، الا ان هم بيحولوا الموضوع لملحمه عظيمه جدا يقدروا يبنوا عليها حاجه كويسه قوي. وده اللي حصل من اول الماتش الثاني لحد الماتش الاخراني، حتى قدام بلجيكا كانوا بيلعبوا بشكل ممتاز، وبعد كده هو لعبوا تاني قصاد روسيا وكسبوا 4-1 برضه في ملحمه كبيره جدا. وهو كان الفكره في تغيير الخطه من 4-3-3 ل 3-4-2-1، دي بانت برضو مع الشخصيه بالذات في التحرك اللي قصاد بتاع الثلاثه المهاجمين اللي موجودين بتوعهم، في تحرك مميز جدا. الماتش بتاع النهارده قدام الويلز كانوا اول 20 دقيقه ما كانوش موجودين خالص في المباراه، الا ان هم بعد كده ابتدوا يبنوا كوره بشكل افضل ويروحوا بقى على الجون ويعملوا الملحمه اللي احنا شفناها. تمام، خلينا بقى نسأل إسلام، شايف حتة تغيير الخطة زي ما أحمد كان بيتكلم على من 4-3-3 ل 3-4-2-1، هل الخطة دي ساهمت في فعلا في إن الدنمارك تتحول هجوميا؟ إحنا شفنا 8 أهداف للدنمارك في مباراتين، تعتبر كده دلوقتي أقوى هجوم في البطولة، في نفس الوقت برضو على الأداء الدفاعي مظبوط. حسنهم بشكل واضح جدا، فأنت إيه رأيك في اللي حصل للدنمارك في المباراتين الأخيرتين؟ أنا متفق معاكم 1000000% بصراحة. موضوع تغيير طريقة اللعب فرق معاهم جدا. الفريق عنده أو ده في سكواد قوي جدا شخصية، ودي النقطة اللي أحمد قال عليها، فكرة إن أنت تقدر تريكفر وترجع من بعد حادثة إريكسن دي، حتى تعدي الماتش الأول والتاني، أنت داخل الماتش التالت قدام روسيا وانت خسران، ما عندكش اي حظوظ، ولعبت على حظك على الامل الوحيد وقدر فعلا يكسب. والناحيه اولا ثبات انفعالي كبير جدا، هو يقدر يرجع للبطوله تاني نفسيا، والاجمل من كده بقى فنيا، الفريق فنيا اختلف تماما في اخر ماتشين، لان الطريقه دي ادت حريه كبيره جدا او اللي لعب مكانه النهارده لارسن، او ناحيه الشمال الراجل مايلي بتاع اتلانتا، انت اديتهم حريه كبيره جدا، اتنين لعيبه هجوميه كويسين جدا بيقدروا يعملوا جبهه كبيره سواء من على الشمال او من على اليمين، ده خلى الفريق متحرر. وخلي بالك الراجل الكوتش بتاعهم يوملاند بيعمل تكتيك محترم جدا، واستخدامه لكريستيان اريكسن، الراجل ده النهارده بيلعب بثلاث لعيبه، فبيلعب بثلاث مدافعين، بيعمل بيلد اب للهجمه بثلاثه، لكن دايما بيبقوا اتنين، لا اكس بيطلع ياخد خطوه قدام بحيث ان هو ياخد عين حد من اللعيبه بتاعه الفريق المنافس يتحرك معاه، وبيتحرك دايما في ظهر النص الملعب، وهويبرج هو اللي بينزل يحضر معاهم الهجمه، فبالتالي بتلاقي الفريق كله عنده حريه، اريكسن بيكمل لقدام، ديلايني بيكمل لقدام، بيبقى في جبهه. لو تلاحظ النهارده ناحيه الشمال هتلاقي دامسجارد اللي عامل بطوله هايله، عنده 20 سنه بالمناسبه الراجل بتاع سامبادوريا ده، الراجل بيخش ناحيه الشمال هو وديلايني ومايلي بيعملوا جبهه كبيره جدا، والناحيه الثانيه برايثويت والراجل الوينج باك ناحيه اليمين هم كمان بيكملوا، فالفريق اتحرر هجوميا بطريقه كبيره جدا.
اول ما بيجي عليهم هجمه اوتوماتيك بتلاقي كريستنسن دخل في حضن الاثنين سنتر باكس اوتوماتيك، اخد خطوتين لورا، وعلى فكره كان عامل عدد كبير جدا من الانترسبشنز في الشوط الاول، يمكن قطع الكره 3 مرات ولا حاجه، واكثر لعيب من لعيبه الدنمارك. فبالتالي حريه حركه وفلكسبيليتي في الخطه هجوميا ودفاعيا خلت فريق الدنمارك ظهر بشكل كبير جدا، زائد جوده العناصر اللي اوريدي موجوده في الفريق. طيب خلينا بقى نسأل سؤال كده لمستقبل الدنمارك في البطولة. الدنمارك خدت 3 نقط صعدت بيها في دور من دور الربع الثمن النهائي، نفس اللي حصل في نسخة 2016 مع البرتغال، 3 نقط من 3 تعادلات وقدرت إن هي توصل للنهائي وتحقق اللقب في المفاجأة المتوقعة. هل الدنمارك، والسؤال ليكم مظبوط. أنتوا الاثنين، هل الدنمارك هتقدر توصل للنهائي وتحقق البطولة وتكرر اللي البرتغال عملته قبل كده؟ اتفضل يا احمد. مبدئيا اشكرك يا اسلام. مبدئيا يعني خلينا نتكلم بواقعيه اكتر، ان فكره ان انت توصل للنهائي عن طريق فريق الدنمارك، يعني لو انت سالت اي حد عادي او اي حد بيشوف كوره يقول لك الموضوع الفريق كويس وحلو وكل حاجه، بس الوصول للنهائي صعب. لكن الكره دلوقتي بالمنظر اللي احنا شايفينه من ناحيه الروح، من ناحيه التنظيم في الملعب، ومن ناحيه كمان الاسامي اللي موجوده برضو في فريق الدنمارك، اسامي تقيله مش اسامي قليله خالص، وبيلعبوا على توب ليفل بشكل محترم جدا، زي ما بنتكلم على اتلانتا، دورتموند، توتنهام، برشلونه، سامبدوريا، يعني اللعيبه اللي موجوده عندك لعيبه كواليتي كويسه تقدر توصلك للدور ده، بس محتاج منهم مجهود كبير قوي. وهل هم بالخطه اللي احنا بنتكلم عليها، وزي ما اسلام اتكلم فكره التحول بتاع المراكز، او ان كل اللعيبه ال 20 دقيقه الاولانيين في ماتش الويلز اللي خلى الدنمارك تطلع، ان ابتدت اللعيبه الديناميكيه بتاعتها والتحرك بتاعها يزيد بشكل كبير قوي، وده بيبقى عامل بدني على فكره مهم، وعامل ذهني كمان مهم. لو فقدت اي واحد من الاثنين البدني او الذهني، هتلاقي نفسك في مشكله ان الكره بتتقطع منك في موقف حرج جدا وانت لوحدك مش مغطي نفسك بره. فلو احنا بنتكلم على حلم الوصول للنهائي، هو موجود، بس هو محتاج مجهود كبير جدا بجانب تركيز عالي جدا من الفرقه علشان تقدر تحط نفسها في النهايه توصل للكلام ده. لان احنا زي ما اسلام اتكلم كمان، وانا عايز اضيف حته على الخط الهجومي الثلاثه اللي انا كنت بتكلم عليهم قدام، ان دايما هتلاقي ان هم المساحات اللي هم بيخلقوها دي مساحات عظيمه عن طريق حركه بسيطه جدا، ان هم الثلاثه متبرمجين على حاجه واحده بس، اللي معاه الكوره يا شباب هيخش على اول مدافع يقابله من الاثنين اللي في القلب، واي ولو سواء بقى المهاجم بقى الثاني، لو احنا بنتكلم على الطرف مثلا زي بيرت ويت، او بنتكلم على دامسجراد، الاثنين هتلاقيهم واحد فيهم راح داخل بقى مهاجم ثاني معاه، وبقى في راس مثلث بتنزل تحتيهم، ده بيبقى الراجل اللي جاي لوحده واخد، يعني هما الاثنين اللي دخلوا دول اتخدوا الاثنين اللي في النص، والراجل اللي جاي لوحده وفاضي وشايف الجون باريحيه، اي واحد فيهم هيبصيها له بالعرض لتحت هيجيب جون. دي بتفتح مساحه كويسه جدا مع كل الخطط اللي انت هتشوفها في اليوم، فهتلاقي منها مشاكل كبيره قوي تقدر تستخدمها الدنمارك، بس ده لوحده مش كفايه، انت عندك الجانب زي ما قلت لك البدني ورا، وان انت هيتعمل عليك هجمات وهتلعب مع فرق بتهاجم بشكل اكتر، هي دي اللي ممكن تخلق لك مشاكل كبيره جدا في الفتره اللي جايه. انت ممكن الاكسبكتد اللي جاي على طول بيتهيألي للدنمارك ان هم ممكن يكونوا هيقابلوا بيتهيألي هولندا، هولندا، والتشيك. هولندا كسبت هولندا والتشيك، هولندا والتشيك، فانت برضه هتلعب قصاد فرق هتقابل، لسه هتيجي هتقابل، وفي النهائي هتاخد منين من الطرف الثاني مظبوط. اللي فيه معجنه هناك لوحديه ديت هيطلع لك مين. ممكن يوصلوا، بس تحقيق البطوله نسبه ضعيفه، بتعتمد اكتر على التركيز ومجهود اللعيبه، وطبعا فنيا ان انت تكون محافظ على نفسك جوه الملعب، محافظ على خطتك وقادر تأمنها بشكل ممتاز. طيب هل يا اسلام برضو عندك فكره هل الدنمارك ممكن فعلا توصل للنهائي؟ ممكن نشوف مفاجاه ضخمه، ولا برضو بتتفق مع احمد ياسر؟ لا انا بتفق بنسبه كبيره مع احمد. الدنمارك ممكن تروح يعني فريق محترم وعامل مفاجاه، انا بالنسبه لي اللي هو عامله ده مفاجاه لغايه دلوقتي رغم جوده العناصر بتاعته. لكن اللي يخليك تقول واي نوت ان فعلا المكان اللي هم طالعين منه النهارده هتلاعب الكسبان من هولندا والتشيك، غالبا بنسبه كبيره ممكن تكون هولندا في مظبوط. ماتش هولندا. انا وجهه نظري ان هولندا من احسن الفرق اللي في البطوله، يعني هولندا فعلا فريق كويس جدا بيلعب 3 5 2 تحس عن اقتناع هو مبسوط بيها وبيقدر يجيدها كويس جدا، وفريق قوي عنده عناصر كويسه جدا. طب لو هو عدى هولندا افترضنا، يعني هو هياخد غالبا واحد من انجلترا والمانيا لسه وعنده السويد، يعني الموضوع في المتناول، لكن اعتقد الفريق مش هيقدر يوصل لابعد من كده. يعني دي وجهة نظري ان هو مش هيقدر يوصل لاكتر من كده، رغم ان هو فريق طول عمره ذكريات المفاجآت دايما بتفتكر الدنمارك تفتكر المفاجآت على طول، لكن اعتقد ان هو maybe ماتش هولندا لو هولندا عدت التشيك توقف المغامرة دي اعتقد، وهولندا هي اللي توصل سيمي فاينل.
فريق قوي، لكن برضه ستيل مع فرقه، مع الفرقه الاكبر، لا ممكن تسيطر عليه، رغم انهم عندهم روح قويه جدا، عندهم طبعا مخزون بدني رهيب زي ما احمد بيقول، تحس ان هم ما بيتعبوش. النهارده ماتش النهارده قدروا ان هم يحققوا الفوز، ده هو غايب عنه يوسف بولسون، الراجل ما بيلعبش، وشفت البديل بتاعه عامل ازاي، راجل نزل ممتاز جاب جونين على طول ما بيهزرش، والراجل الوينج باك ممتاز، لعيب كويس جدا، ده لعيب نيس في فرنسا ولعيب صغير في السن يعني، اصبر بس سفاح، هو الكره كان بتيجي اصلا على الجون على طول، اول تفكير ليه. عارف ملعب يوان كرويف، خصوصا ان هو كان لاعب الاياكس السابق ولاعب نيس الحالي، فطبعا هو عارف اجواء الملعب فقدر من ان هو اياكس يسجل هدفين. صح مظبوط. بالظبط بالظبط، دي حاجه هتتقالهم، والراجل حتى الكوتش بتاعهم اتكلم في كده، قال لك ان احنا عندنا افضليه لان احنا عندنا لعيبه كتير جدا طالعه من اياكس، فبالتالي يوهان كرويف مش غريب عليهم. في نفس القصه الراجل الوينج باك بتاعهم فاس بتاع فالنسيا مش موجود، اوتوماتيك عنده بديل، ففريق عنده شويه بدايل، لكن اعتقد ماتشه هيبقى مهم مع هولندا، لكن لو وصل ان هي هولندا والدنمارك انا اروح لهولندا اكتر يعني. طب السؤال الأخير، في مباراة دنمارك وويلز، هل ويلز فعلا كانت تستحق إن هي تخسر بنتيجة 4-0؟ وهل المنتخب الويلزي ده يعني ما قدرش إن هو يكرر اللي عمله في النسخة الماضية بوصوله نص النهائي؟ هل ديت ممكن نقول عليها إن هي مفاجأة، كان متوقع لهم إن هم يوصلوا على حساب الدنمارك ولا لأ؟ يعني خليني اقول لك 5 6 7 8، حط زي ما انت عايز من ارقام. بص يعني الويلز اصلا كانوا يعني بديل من طريقتهم 4 1 4 1، ده من اول بطوله هم كانوا ماشيين كده. جم في الماتش الاخراني اللي خسروا فيه قصاد ايطاليا قلبوا 3 4 3. طيب نرجع ل 4 1 4 1 بقى، بدل هي الدنيا مش ظابطه معانا، لا نلعب بقى 5 2 5 2 3 1، يا سوري 4 2 3 1، فنغير كل شويه نغير. ولما زياده على التغيير بقى هتبص على الاسامي الموجوده، برضو اسامي مش قليله، انت بتتكلم على بيل، بتتكلم على رامسي، بتتكلم على جيمس بتاع يونايتد عمل برضو جزء كويس، بس فجاه بتلاقيهم مش موجودين في المباراه. اول 20 دقيقه ضاغطين بشكل متميز جدا، قافلين على الثلاثه المدافعين بتوع الدنمارك ومش مخلينهم يلعبوا كوره خالص، ومخلين الدنمارك محطوطه في خط ال 18 بتاعهم، الكوره ما بتطلعش من هناك، لما بتطلع بتروح لهم بكل سهوله، بس بعد كده ما عملوش حاجه. اول ما ابتدت الفرقه بتاعت الدنمارك تتحرك جوه الملعب، تتحرك بقى وتبص لبعض اكتر وتباصي لبعض بشكل سليم اكتر، ما عملوش حاجه. جاريس بيل انت بتحط يعني، لو ناس هتفتكر من 2018 كان وجوده عمل فارق كبير جدا في نهائي بتاع ليفربول، والمفروض ان هو لعيب على مستوى كبير جدا وان انت تلعب عليه، او ان انت بمعنى اصح يبقى هو ده السوبر هيرو بتاعك في الملعب. لا هو جاريس بيل من ساعه الماتش في 2018 لحد النهارده هو ما اثبتش ان هو هذا النوعيه من اللعيب، حتى فكره الجولف والقصه بتاعت الجولف اللي هي واخده دماغه، يعني تحس ان هو لا انا خلاص انا ام دان ويز فوتبول، يعني انا عملت اللي عليا وزياده قوي، اكتر من كده مش هقدر اعمل. فهي دي كانت المشكله، ان انت لما بيبقى عندك لعيب تقيل بالمنظر ده وبتحاول الفرقه انها تبني عليه وفي الاخر ما بتلاقيهوش، ده اللي بيحصل. لكن الفرق الثانيه هتبص للفرق اللي بتبص اكتر على الجماعيه، مهما حصل الجماعيه دايما في الاخر بتكسب. لكن فكره انك هتلعب على لعيب غير طبعا لو هو كريستيانو رونالدو، خلي الكلام ده بس يعني هو مش موجود معانا في القصه دي فاهم، بس اي فرقه ثانيه هتلعب على لعيب واحد بس ان هو يكون السوبر هيرو، ما مش هتوصل لاي حاجه. فانا كنت شايف ان لا النتيجه بصراحه يستحقوها، لان الدنمارك عملت ماتش جيم رائع جدا، وفعلا الناس ديت ما بخلتش بنقطه عرق واحده في الملعب ولا حتى بتفكير، يعني فريق مذهل من ناحيه ان انت ثبات الانفعالي والتفكير طول الوقت، الفرقه بتفكر وعندهم وعي كويس جدا، وعندهم كمان وعي تكتيكي ممتاز بيخليهم يغيروا مراكزهم بسهوله ويغطوا على بعض بسهوله. فلا يستحقوها. طيب خلينا بقى ننتقل للمباراة الثانية، مباراة إيطاليا والنمسا. في البداية إيطاليا يمكن ما قدمتش المستوى اللي احنا شفناه في دور المجموعات، 3 انتصارات بخروج بشباك نظيفة وسبع أهداف. إيطاليا اللي احنا المنتخب اللي بيلعب بطريقة احنا مش متعودين عليها، المنتخب إيطاليا النهاردة لقوا إن في صعوبات قدام النمسا، دخل فيهم هدف ولم يتم احتسابه بسبب تقنية الفيديو. المباراة وصلت لشوطين إضافيين تم حسمها عن طريق كيزا وبسينا البودلة. هل فعلا بالظبط. إيطاليا تقدر توصل بعيد في البطولة؟ وهل اختبار النمسا ده كشف الوجه الحقيقي لعيوب منتخب إيطاليا؟ خلينا نشوف مع إسلام كده رأيه إيه في مباراة إيطاليا والنمسا. بس خلينا نتفق ان ماتش النهارده
حط كل مشجعي وجماهير ايطاليا وحتى اعتقد مانشيني على ارض الواقع، ان الاحلام الورديه بتاعت المنتخب اللي اكتسح دوري المجموعات، مع اتفاقنا ان الخصم ما كانش بالقوه في المجموعه، لكن النهارده مع اول احتكاك حقيقي في ماتش في ادوار اقصائيه قدام فريق بلغه الكوره يعني غلس، يعني فريق قوي عنده يعني فيزيكال افرت مرعب، فريق عنده ضغط بيقدر يتمركز كويس جدا وبيقدر يضغط، بيعمل تنوع في الملعب كتير جدا، عنده بيجر ايطاليا للجيم بتاع ان انا هلعب معاك جيم مدني مش جيم كوره حلو زي ما انت عايز تلعبه، اللي هو انت عايز تلعب كوره حلوه وتتحرك بين الخطوط وتلعب كوره قصيره، لا انا هجرك لحاجه تانية خالص. ايطاليا في اول الجيم قدرت ان هي تروح باكتر من كوره، والجول كيبر صد كذا كوره من النمسا واللي شفناه كله في الشوط الاول، لكن المهم بالنسبه لك ان هل النهارده كان ينفع لوكاتيلي يقعد بره وينزل فيراتي؟ هل دي حاجه من الحلول اللي كل الناس بتفكر فيها؟ النهارده فيراتي رجع من اصابه طويله، لعب ماتش بدا، انا كنت شايف ان لوكاتيلي هو اللي لازم يبدا النهارده، كان في اكتر من عنصر كان عندهم مشاكل في نص الملعب، باريلا ما كانش في مستواه، اكتر من لعيب ما كانش في مستواهم، حتى انسيني برغم الجون، لكن انسيني عنده مشكله في الفينش. ايطاليا عندها مشكله مع ان هي تقدر تستحوذ على الكوره كويس جدا، لكن عندها مشكله في انهاء الهجمات. النهارده لما امبولي النهارده الراجل بتاع المهاجم ما عندوش، الدنيا مش ماشيه معاه وعنده باد لك والدنيا مش ماشيه، لا انت الفريق ما عندوش حلول كتيره هجوميه قدام التكتل، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، اللي عوضها اللعيبه اللي زي ما بتقول عليها لعيبه خفيفه حركتها سريعه، لما رتم الماتش اتسرع شويه شفنا كيزا، شفنا بيسين لعيب كويس جدا بيتحرك في قلب الملعب وفي العمق، لكن الفتره الجايه المانشيني محتاج يركز شويه في فقره انهاء الهجمات. الفريق بيوصل كويس جدا والتكتيك بتاعه كويس، اعتماد على سبيناتزولا، سبيناتزولا يعني اعتقد هو احسن لعيب في ايطاليا، هو جورجينيو بالنسبه لي عاملين بطوله كبيره جدا، لكن الماتش الجاي انت داخل على يا بلجيكا يا البرتغال، الامتحان بيتصعب عليك، هتعمل ايه قدام بلجيكا، هتعمل ايه قدام البرتغال؟ لكن الفريق في المجمل لا فريق بروميسنج جدا، انت النهارده وانت بتتفرج على ايطاليا شوف معدل استرجاع الكوره بيقعد قد ايه، احيانا بتقعد ثانيتين، احيانا بتقعد 3 ثواني، الكوره بتتخطف من رجل لعيبه ايطاليا فجاه بتلاقي ضغط عكسي مرعب اخذ الكوره مره تانية والهجمه بدات، لكن منافس قوي زي النمسا اللي بجد يعني هارد لك ليهم، عملوا ماتش كبير جدا، لكن لما تخش بقى على الفرق الاصعب الموضوع هيبقى محتاج منك حلول اكتر من كده، محتاج لعيبتك كلها تبقى مركزه جدا، لان مفيش مجال انك توصل للجون وتضيع، النهارده الفار منع جون وكان ممكن الماتش كله يرجع ل2-2 في الوقت في الوقت الاضافي، يعني انت متخيل ان ايطاليا النهارده كسبانه 2-0 ومش قادره تحافظ على جونين في اخر 10 دقائق من الشوط الرابع، كان ممكن الماتش يروح للتعادل، لكن في المجمل ايطاليا عامله بطوله، اعتقد ان هم الطليان مبسوطين جدا، لكن الطموح بيزيد اوتوماتيك، بيزيد اوتوماتيك والصعوبات بتزيد برضه اوتوماتيك على مانشيني. خلينا برضو من اجابتك نشوف ان مثلا انت بتتكلم ان فيراتي ما كانش بالكامل الجاهزيه خصوصا انه راجع من اصابه. الناحيه الثانيه برضو كيزا ما بيبداش اساسي رغم انه ان هو النهارده تالق وسجل الهدف كبديل. ماتيو بيسينا سجل برضو هدف وهو بديل، ما شفناش برضو العناصر المنتخب الايطالي الاساسيه بشكل الامثل. هل شايف يا احمد ان منتخب ايطاليا لازم يعتمد على العناصر اللي هي الاكفأ اللي هي تقدر تحقق له الانتصارات، خصوصا ان ايطاليا زي ما اسلام قال عندها مشاكل في انهاء الفرص والهجمات، فهل عوده او تواجد بقى كيزا في التشكيل الاساسي، عوده لوكاتيلي للتشكيل الاساسي مع عوده كيليني بقى بما انه هو الاكثر خبره والاكبر سنا هيكونوا مفيدين جدا لايطاليا في ربع النهائي؟ طيب خلينا نتكلم ببساطه عن ايطاليا، ان ايطاليا انت بتشوف يعني انا هاخد حبني على كلام اسلام حاجات في حته بالذات بتاعه اللعيبه اللي هو اتكلم عليها فيراتي وزي ما انت قلت كليني. ايطاليا انت بتتفرج عليها السنه دي غير اي ايطاليا بتاعت السنين اللي فاتت، ناس كانت بتلعب 4 5 1 و5 4 1 وكانت بتلعب بشكل مختلف تماما، النهارده بتلعب 4 3 3 وهجوميه لدرجه لا تتخيل. حلو، بس زي ما احنا قلنا زي ما اسلام برضو قال ان الليفلز اللي انت لعبت قصادها مش اعلى حاجه، النهارده انت بتكسر رقم قياسي جديد، عندك 1163 دقيقه من غير ما يخش فيك جون، بعد ما كسرت الرقم بدقيقتين ثلاثه راح داخل فيك جون، يعني دي كانت يعني كانت حاجه يعني بيدل على جانب دفاعي ممتاز جدا عند الطليان. بس خلينا نتكلم ان الجانب الدفاعي ده في مشكله كبيره قوي في لو انت لو حد لعب عليك على هجمات مرتده، اي فريق هيلعب عليك 4 2 3 1 زي ما في الاهلي كده عندنا بيتسو موسيماني مثلا بيلعب، او بالطريقه دي ان هو يستغل الخط دفاعك والتقدم بتاعه هيعمل عليك مشاكل، والجون اللي اتلغى جه نفس الفكره. الميزه الاقوى اللي كانت موجوده عند ايطاليا في انهاء الهجمات هي فتح المساحه،
يعني اول ماتش مثلا مع تركيا، وجود لوكاتيلي لما بيخش من وسط الملعب بيخش زياده مع الثلاثه المدافعين بتاع الثلاثه المهاجمين بتوع ايطاليا، بيفتح له مساحه ان انت تبقى بيفتح للعيب دايما، هتلاقي فيه السبوت عند اللعيب فاضي موجود لوحده شايف الجون بشكل ممتاز ويقدر يحط الكرة بشكل ممتاز. دي هتسهل شويه في ان انت تجيب جون رجوان اسهل، ما تحطش اللعيبه في ان هي فرص اصعب. لكن وجود لعيب زي كيزا طبعا بعد الاداء الممتاز اللي هو عمله النهارده، او النهارده انت بتتفرج على لعيب فينيشر ممتاز يكون موجود، انسيني ما بيجيبش جون غير بطريقه معينه على مزاجه، لازم الكرة تلف بشكل معين ولازم يا اما تبقى صعبه ومقفوله ضبه ومفتاح يا اما سهله لا. فهو يعني ليه ستايل وليه طريقه، لكن كيزا النهارده الدنيا صعبه الدنيا سهله، انا موجود وهتلاقيني وهعرف اجيب جون. فالاثنين لعيبه دولت بالذات لوكاتيلي ووجود معاه كمان كيزا هيغيروا في شكل الفريق بشكل كبير قوي. ودفاعيا كليني بيحرك الخط بتاع الدفاع بشكل ممتاز في الحته بتاعه الهجمات المرتده، انك ازاي ما يتضربش الاوفسايد بتاعك، لازم تبقى موجود، لازم ما تضربش فيها الاوفسايد بتاعك. كليني بيحرك اللعيبه بشكل ممتاز في الحته دي في الخط الدفاعي اكتر من بنوتشي. بنوتشي كمان، بس طبعا هو الاثنين بيعملوا عندك مشكله في ان انت في بطء، بس الخبره ساعات ممكن تغطي البطء ده الى حد ما. ولكن مع فرق زي ما كان برضو اسلام بيتكلم، البرتغال هتلاعب المانيا، هتلاعب ايا كان مين الفريق الكبير اللي هتلاعبه اللي هو اوريدي كده ولا كده، سرعه الارتداد عنده هتبقى رهيبه لو انت استحوذت عليه وضغطت عليه بشكل كبير قوي، لا هيعمل لك مشاكل كبيره جدا. فلا، فاللي انا مستني اشوف في ايطاليا لما هتلعب قصاد فرقه كبيره انت هتحل المشكله الدفاعيه دي ازاي، هتحل الثغره بتاعه الهجمات المرتده دي هتبقى شكلها عامل ازاي. ولكن انا عايز كمان يعني نتكلم على زي ما سبينازولا برضو لعيب متميز جدا في المركز ده، الاطراف عامه او الباكات لما بيتحركوا ويثبت الثلاثه اللي في وسط الملعب هم اللي بيعملوا زياده مع الثلاثه اللي قدام، هم ديناميكيتهم وتحركهم في الحته بتاعه الهجوم ممتاز بكل المقاييس. يبقى بس ان الماتش ده كان تحس ان الفرقه تركيزها قليل جدا في التمركز شويه، كان في تركيز قليل. لكن لو التمركز بتاع ايطاليا بتاع تركيا اتوجد في الماتش بتاع النهارده، هتلاقي ان في مساحه اكتر للعيبه من خط النص او من المهاجمين يقدروا يجيبوا منها فرص اجوان اسهل، علشان هم مش التوب فينيشر. احنا مش بنتكلم على يعني على ميسي، مش بنتكلم على كريستيانو رونالدو، لا هم ما عندهمش اللعيبه دي، هم قدرتهم في جماعيتهم. ولكن ان انت لما توجد فرص اسهل من زوايات اسهل اللعيبه هتسجل اكتر. تمام مظبوط. طيب خلينا بقى نشوف سؤال كمان عن ايطاليا، هل ايطاليا فعلا بتفتقد لاعب في وسط الملعب زي كانتي، او زي مثلا ممكن نقول جاتوزو ودانييلي دي روسي، في ان هو لاعب بيقطع الكوره بشكل مثالي ويبدا يسلم لزمايله في نص الملعب؟ هل عدم تواجد لاعب جنب جورجينيو يقدم الحمايه لنص ملعب ايطاليا، هل ده حاجه من الحاجات اللي ممكن تقول ان هي بتعيب ايطاليا وتبقى نقطه ضعف في ايطاليا في الادوار المقبله وظهرت في ماتش النهارده؟ والله يا اسلام كلامك منطقي جدا، وهي دي حقيقه فعلا. انت لعيبه نص ملعب ايطاليا مفهومش لعيب سته صريح، او مفهومش لعيب اللي هو الدستروير اللي بيقطع الهجمات، كانتي يعني زي ما انت قلت يعني اللي هو الريفرنس بتاع العالم كله. انا ما عنديش حد يقدر يعمل كده، انا عندي لعيبه كويسه جدا على الكوره، تقدر تطلع بالكوره كويس قوي وبتقدر تقطع وبتقدر تعمل ضغط عكسي، لان هو ده يعني هو ده الفكر اللي اعتقد مانشيني شغال بيه. هو مش يعني اول ما بيخطف الكوره، اول ما الكوره تتقطع منه ما بيرجعش يقف يعمل بلوك مثلا، سواء ميديم بلوك ولا لو بلوك، لا لا خالص، انا بطلع استرجع الكوره تاني. فهو بيستخدم اللعيبه بتاعه نص الملعب دي في الضغط العكسي انه يقدر يسترجع بيهم الكوره، فهو فكره اصلا مبني على الطريقه دي. عشان كده التكتيك بتاعه مش محتاج فيه لعيب زي ده دي وجهه نظري يعني. انا هو مرضي جدا بفيراتي بجورجينيو باللعيبه دي ان هم يطلعوا ياخدوا الكوره، فانا ما عنديش مشكله. لكن الاهم من كده، انا سامعني كده؟ انا اسف. تمام. الاهم من كده ان هو بيقول لك هو مش محتاج العنصر ده اصلا، هو طريقه لعبه كلها بتتبني على كده. ونقطه مهمه جدا من وجهه نظري لايطاليا هجوميا، زي ما كنا بنتكلم كلنا ما نقدرش ننكر دور سبيناتزولا، لكن دايما وانت بتتفرج على ايطاليا من اول ماتش هتلاقي، اول ماتش كان فلورينزي باك رايت، بعدين دي لورينزو، فهتلاقي دايما عنده مشكله، او هو طريقه بناء الهجمه بتاعته كده، بيوقف الاثنين سنتر باكس ويوقف دولورينزو تالت معاهم، بالرغم ان دولورينزو ده لعيب اعتقد لو اتحرر هجوميا هيفرق معاه جدا. انت شفت النهارده في الدقيقه 116 الراجل واخد سبرنت من اول يعني منطقته لغايه ال 18 بتاعه الفريق الثاني. لما نزل الشوط الثاني في ماتش تركيا قدر يعمل اكتر من كوره، اكتر من ران في وسط الدفاعات بتاعه لعيبه تركيا. اعتقد هو محتاج كمان يحرر دولورينزو اكتر، ما يبقاش الاعتماد كله على الفكره
المحفوظه ان انا هحاول افضي مساحه عشان اسبينازولا يتحرك ناحيه الشمال وانسينيو يخش له في قلب الملعب. انا يعني وجهه نظري ان مانشيني محتاج يحرر دولورينزو كمان هجوميا، لانه هيبقى عنصر فعال جدا معاه وهيفرق معاه جدا في شكل الفريق قدام. خلينا نشوف السؤال الاخير، ايطاليا ينقصها ايه وعشان تقدر توصل للنهائي؟ ايه اللي ممكن مانشيني يعدله في الايام القليله ديت علشان يقدر يوصل للمباراه؟ لو نقول ان هو يبدا يتخطى بقى الفطاحل اللي هيبدا يلعبهم سواء بلجيكا او سواء البرتغال. والسؤال اللي يكون طيب الاثنين برضه. هو رقم واحد لازم لوكاتيلي يرجع نص الملعب، ده رقم واحد. كليني هيفيد بشكل كبير قوي. التغيير ان يبقى موجود كيزا، خلاص يعني كيزا اثبت النهارده ان هو لا انا ما ينفعش انت لازم تبقى موجود في الملعب معايا، لان انا محتاج لعيب، لان الفرص اللي جايه او الماتشات اللي جايه هي فرصه او اتنين اللي هنخطفهم، فما عندناش الرفاهيه ان احنا نضيع ثلاث اربع كور طول الماتش او خمس كور، لان احنا ممكن اصلا ما نعرفش نعمل الاربع او الخمس كور دول. فانت المهم ان انت زي ما اسلام برضو اتكلم في الاول، ان انت الفينش بتاعك لو اتحسن هتقدر تروح مكان كويس. طيب لو الفينش بتاعك مش هيتحسن وما عندكش اوبشن تاني، حتى لو كيزا موجود وقدرش يحسن لك الموضوع ده، هو هيبقى الحل عند لوكاتيلي او تحليل او تحرير برضو دورينسو زي ما قال اسلام، ان انت دولت اللي هيخلقوا لك مساحه ان انت تلاقي لعيب في مساحه كويسه وشايف الجون فيقدر يجيب جون سهل. مش هينفع بعد كده نجيب جون من نص فرصه، لا نفتح مساحه علشان اللي يجي يكون شايف الجون. الفرق اللي قصادك ممكن طبعا بتكتلها الدفاعي ما تسمحلكش بحاجه زي كده، بس دايما الديناميكيه او التحرك بتاع خط الوسط مع الثلاثه المهاجمين مع طبعا التقدم الاجناب في بعض الاحيان، ده اللي هيفتح لك المساحه انك تشوف الجون كويس وتعرف تجيب جون. فلوكاتيلي لازم يكون موجود، كيزا يكون موجود، كليني يكون موجود. هل تتفق معايا يا اسلام؟ اتفق طبعا في حاجات كتير، لكن اللي فارق لي جدا ان انا شايف ان مانشيني محتاج يرفع الضغوط عن لعيبته. يعني الناس ما كانتش، انت عارف الايطاليين عاملين زينا كده، يعني ايه على طول حاطين ضغط على المنتخب، هم اوتوماتيك لقى المنتخب عامل اداء مبهر في الـ في الـ في, الـ في الجروبس، فجاه النهارده قدامنا شويه صعوبات نفسي بس عديت، فانت النهارده رايح لدور الثمانيه، طب واي نوت ان انا كمان عادي. الحته دي فيها فرق صعبه جدا هتقابل بعض، لكن هم دلوقتي مضغوطين جدا وكلهم بيحلموا ازاي هعدي دور الثمانيه عشان اوصل سيمي فاينل. فهو محتاج يفهم الصحافه ويفهم الجماهير ويفهم اللعيبه انه يرفع الضغوط عن اللعيبه، لان انت دايما النهارده وانت بتتفرج على ايطاليا تحس ان اللعيبه متنشنه من اول 10 دقائق، انا هروح للجون عايز اخلص على طول. دي نقطه مهمه جدا. انا طبعا بتفق مع احمد، عوده لوكاتيلي هتفرق معاهم جدا، عوده كليني تفرق معاهم جدا، محتاج يطور الفينش، يشتغل في الايام الجايه دي على الفينش بتاعهم. ايموبيلي محتاج ياخد ثقه اكتر في نفسه، ما اعتقدش انه هيعتمد على بيلوتي، لكن اعتقد اللعيبه دي محتاجه تبقى عارفه كويس قوي ان انصاف الفرص اتم استغلالها باقصى حاجه. نرجع تاني نشوف شكل التكتيك اللي بتعمل في الضربات الثابته، كل الكورنرز والحاجات بتبقى فاول، بتبقى خطر جدا لايطاليا. النهارده ما كانتش بالمعموله بالدقه الكبيره دي، لكن مثلا انت لو تلاحظ في الضربات الثابته هو بيعمل تكتيك، وهو اي كوره هتلاقي موقف ناس ورا الحيطه وبيرجعوا يتحركوا. النهارده انسيني حطها كويس، الماتش اللي فات برناردسكي حطها في العارضه. محتاج يشتغل على الحاجات التفاصيل البسيطه دي، لان هي ممكن تحسم له ماتشات. انت النهارده ممكن من فاول تخلص، من ضربه ركنيه تخلص، وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي مهم جدا رفع الضغوط عن اللهيبه على اللعيبه، تحرير لورينزو، لان الفريق مقري جدا من الناحيه الهجوميه. انا النهارده عندي اكتر من شكل، لا انا هشوف هحرر سبينازولا، عندي اتنين لعيبه هيخشوا في قلب الملعب يستلموا بين الخطوط، هي دي النمط الاساسي ليه هجوميا، فمحتاج يغير في النمط عشان يفاجئ الخصم. طيب انا كنت سعيد جدا بيكم النهارده يا شباب، سعيد بلقائك يا احمد وسعيد بلقائك يا اسلام. ربنا يخليك، فرصه سعيده طبعا، وان شاء الله هتتكرر دايما طول اليورو باذن الله. كنا معاكم النهاردة ومع متابعي في الجول، إن شاء الله بإذن الله لقاءاتنا هتتكرر. شكرا جزيلا لكم. شكر جدا إسلام، ومتشكر لإسلام برضو، متشكر للإسلامين، بصراحة كانت حاجة لطيفة جدا وحاجة اتشرفت جدا إن أنا أكون معاكم النهاردة، ويعني إن شاء الله تبقاش يعني تبقى نبقى نتقابل أكتر من كده ونتكلم أكتر من كده بإذن الله. إن شاء الله. مرسي جدا يا إسلام، ومرسي جدا لأحمد، ويا رب تكون حلقة موفقة ويكون كل الناس اللي هتفرج عليها اتبسطت واستفادت منها يا رب. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله نلتقيكم دايما على خير، ونلتقي دايما متابعي في الجول على خير. شكرا جزيلا ليكم. شكرا.